بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. مع الدرس 15 ومع الشرط 6 من شروط لا إله إلا الله، وهو الانقياد المنافي للترك. المقصود بذلك التسليم الكامل مع الرضا لما دلت عليه كلمة لا إله إلا الله. قال الله جل وعلا: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. وقال سبحانه: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. وقال تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، أي بلا إله إلا الله. العروة الوثقى هي لا إله إلا الله، وإلى الله عاقبة الأمور. ومعنى يسلم وجهه أي ينقاد وهو محسن موحد. ومن لم يسلم وجهه إلى الله ولم يكن محسنا فإنه لم يتمسك ولم يستمسك بالعروة الوثقى. اللهم ارزقنا الانقياد لكلمة لا إله إلا الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.